اخرج شويه ونتكلم عن ابراج يقال عليها ان هي صاحبه شخصيه قويه، يعني ما بيختلفش عليهم الناس اللي بتقابلهم. لما تقولي مثلا برج كذا وبرج كذا، اه فعلا دول اصحاب. مين اكتر الابراج اصحاب شخصيه قويه؟ هو اول حاجه هيبقى الابراج الناريه، يعني ابراج الناريه بيبقوا معروفين ان هم شخصيتهم قويه جدا. يعني الاسد شخصيته قويه جدا وعنده حضور وعنده كاريزما، وتحسي كده حتى وهو طفل، طفل الاسد عنده متحدث لبق، عنده كاريزما قويه جدا، عنده حضور. الحمل كمان من الابراج اللي شخصيتها قويه. العقرب، العقرب برج شخصيته قويه، عارف هو عايز ايه، طموح. الجدي، الجدي برده من الابراج اللي ليها شخصيه قويه جدا. التور، التور شخصية قوية، شخصية هادية تقيلة. كمان ممكن نقول من الأبراج، يعني أقول برضو قوس كمان شخصية قوية، شخصية قيادية جدا. يبقى احنا دلوقتي عندنا الأسد والجدي والعقرب والتور والقوس، والقوس كده خمس أبراج. اه ممكن يعني لو ممكن هقول نقول عليهم ان هم المسيطرين، يعني اصحاب كده. الابراج يعني الاكبر أبراج في السيطره، بيحبوا يبقوا ليدرز، عندهم ليدرشيب سكيلز، عندهم عندهم يعني بيعرفوا يكونوا مانجر، مديرين شاطرين جدا، بيحبوا القياده. يعني مثلا عذراء شخصيته قويه جدا، بس العذراء ما يحبش يبقى رقم واحد، دايما يعني بيحب يبقى هو شخصيته قويه بس انا مستخبي كده. بالظبط كده. السرطان الست شخصيتها قويه جدا جدا، على فكره سرطان الست شخصيتها يمكن تكون اقوى من سرطان الراجل. الدلو الست شخصيتها اقوى من الدلو الراجل. يعني في ابراج على فكره برضو تلاقي الست فيها اقوى من الراجل، وابراج بيبقوا بارلل او زي بعض بالظبط. لكن الابراج العاشقه للسيطره هم اللي احنا قلناهم. اه والابراج الناريه بيحبوا كمان الاضواء، يعني زياده. مثلا الثور شخصيته قويه بس ما بيحبش الاضواء قوي. الجد شخصيته قويه تلاقيه هادي وساكت وما يحبش الاضواء، ما يحبش الاضواء. لكن الحمل يحب، الحمل يعشق الاضواء. طبعا. ده لو ما كانش ده هو دايما يحب يبقى انا الليدر وانا الموجود. الحمل والاسد، الاسد كمان كده. والقوس يحب الشهره، يحب يحس انه مشهور، يحب الحاجات اللي ليها انتشار، ليها شهره، ليها فيم. طيب مين سهير، ايه رايك؟ يعني نفسي اعرف الابراج اللي عندهم الحاسه السادسه قويه. يعني مين اللي عنده روحانيات عاليه في الابراج؟ طب انا هسالكم انتوا بقى، انتوا قولوا لي كده مين بتتعاملوا معايا في حياتكم بتحسوا مثلا في العيله؟ انا بحس ان العذراء، عذراء طبعا طبعا، ده وش العذراء لما تحس بحاجه بتبقى واضحه، بتوصل وبتحس. الابراج المائيه سرطان، حوت، عقرب. بالظبط برضو، يعني سبيشالي برج السرطان رقم واحد في الابراج. يعني السرطان ده عنده قدره على التخاطر مش طبيعيه. يعني ممكن يعني للاسف يعني يعمل قانون جذب، يجذب اي حاجه وعايزها، هيفكر في الحاجه تحصل له. العذراء عنده حاسه سادسه وعنده احساس، يعني هو قابل الشخص ده يقول لك انا مش مرتاح له، تأكد مليون في المية لو العذراء. يعني انا على فكره انا عذراء. انا كمان مامتي، يعني ماما يعني اقول لها ماما صاحبتك دي انا ما بحبهاش، تقول لي ايه دي صاحبتي بقى لها 20 سنه. في الاخر يحصل لها موقف تيجي تقول لي رشا انت حسيتي ازاي؟ لا ساعات يا رشا انا مثلا ابقى نازله او ماشي او واقفه في المرايه او بركب العربيه، في حاجه كده بتيجي تقول لك ايه، في حاجه حلوه هتحصل النهارده، او النهارده مش يوم حلو، او يعني بيبقى السكس سنس بتبقى عاليه على كل المحيطين. بالظبط، هو العذراء كده. وكمان الدلو على فكره، الدلو عنده قدره على التوقع مش طبيعيه. يعني الدلو برج روحاني جدا، ولما بيحس بحاجه ويحلم بحاجه يو هاف تو بيليف ات. يعني برج الدلو كمان. الميزان على فكره كمان كده، عمري ما شفت الميزان اخويا زي لا الميزان على فكره عنده قدره رهيبه. والحمل في الابراج الناريه اكتر واحد روحاني الحمل، الحمل مش طبيعي. يعني برضو الحمل بيقدر يحس بالناس، يحس كده برضو ان الشخص ده مش مريح، لا انا حاسس ان اليوم ده مش لطيف. الحمل برضو برج روحاني قوي جدا. بس انا بعتقد ان الحمل مش بيستدعي الاشياء، يعني الحمل دايما لو فكر في حاجه حلوه تبقى حلوه، لو حاجه وحشه بتحصل. بس هي دي ليها علاقه اكتر بقانون الجذب، عارفه لو اوف اتراكشن. يعني هي باي ذا واي الروحانيات ليها علاقه بان جنرالي على فكره، مش بس يعني كل الابراج لو فكر اللي هي هتفكر فيه هو هيحصل، بس الابراج اللي فعلا لازم تتراست الجود فيلينجز بتاعتهم او الحس بتاعهم. اول عذراء، واحد السرطان، عذراء، سرطان، دلو، ميزان، حمل، وعقرب. طيب خلينا